فيديو النهاردة بإذن الله هو أول فيديو في سلسلة فيديوهات مراجعة الريسبيراتوري قبل امتحان الاسي إن شاء الله. النهاردة هيكون في أسئلة كتيرة بالنظام الجديد، زي ما انتوا عارفين الإجابة بتبقى شورت محددة جدا. من خلال الأسئلة هفكرك بالموضوع وإزاي تجاوب اسي كويس وانت فاهم بأقل مجهود ممكن وتاخد الفول مارك إن شاء الله. في البداية أول موضوع عندي conducting zone. mention importance of conducting zone. قبل ما جاوب السؤال ده، كلنا عارفين إن الريسبيراتوري تراكت يبقى فيه كذا divisions، تفريعات كتيرة، من أول نوز تراكية ثم البرونكاي برونكيولز أصغر إلى ننتهي بالألفيولاي. طيب الكوندكتنج زون ده يمتد من فين لفين؟ من النوز حتى التيرمينال برونكيولز. قلت لك في النظري ما تفتكرش ان كلمه تيرمينال معناها نهايه التفريعات، لا، هي نهايه الزون دي، لان هيبقى عندنا برونكيولز اخرى ولها وظائف تانيه. طيب البدايه نوز، يبقى فكر في سميل سنسيشن. رقم اتنين، النوز بيعمل ايه؟ هيوميديفيكيشن وهيتينج اوف اير، عامل زي جهاز تكييف هيرطب الهواء لو كان سخن ويدفيه لو كان بارد. رقم تلاته، النوز فيها فيجوسايتس، يعني بتاكل اي فورين بودي او اي بكتيريا بتستنشقها مع الهواء. فلتريشن، طب اجاوب ازاي في الامتحان؟ هقول كده ان ميوكس سيكريتد باي ذا ميوكوزا اوف ذا اير واي اتاك البكتيريا دي، بتاكل البكتيريا دي. وفي معلومه مهمه قوي، لو الفورين بارتكلز اقل من 2 مايكرون بتتاكل فيجوسايتوز بالتيشو ماكروفيج. في فايده رابعه، فونيشن. ليه؟ لان الهواء بيعدي، هو في اللارينكس يعدي على الفوكال كوردز، احبال الصوتيه، بيعمل فايبريشن. طيب نفس هذا السؤال فانكشن اوف كوندكتنج زون هيكون سؤال اخر بنفس الاجابه، ايه فايده الديد سبيس اللي هنقولها في الفيديوهات القادمه. الديد سبيس هو حجم معين من الهواء مش بيحصل له جاز اكستشينج، تقريبا 150 ملي لتر. طب السؤال الثاني، وات از ذا ريسبيراتوري زون؟ ما دام قلنا ريسبيراتوري بنتكلم عن جاز اكستشينج، ده يمتد منين بقى؟ ريسبيراتوري برونكيولز اللي هي امتداد التيرمينال اللي فوق حتى الالفيولاي. الفيديوهات القادمه هتكلم عن الالفيولو كابيلاري ميمبرين، كم طبقه، سمكها كام، وكل التفاصيل. طب نيجي بقى لعنوان تاني، وات ار، بص، النون ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا لانج. دايما الريسبيراتوري معروف ما نجيبهاش لانها يعني ابتدائي. هنقول ايه الريسبيراتوري؟ هنقول ان في اكستشينج between the oxygen اللي في الالفيولاي اللي في البالونة والكربون دايوكسيد in pulmonary capillaries. الالفيولاي تدي للكابيلاري اكسجين وتاخد منه كربون دايوكسيد. طيب النون ريسبيراتوري، بص عندي وظائف كتيرة، طيب انا عايز يا دكتور اقسمها عشان ما انساهاش. في وظائف سنسز، انا هصنع ثلاث حاجات وهتخلص من ثلاث حاجات، خلي بالك كلها ايه؟ ثلاثات، زائد فوائد الكوندكتنج زون اللي انت قلتها اللي هم الاربعه. يعني انا طالب شاطر اقسمها ثلاثه زائد ثلاثه زائد اربعه، اربعه كوندكتنج زون. طيب ايه بقى الثلاثه اللي انا بصنعهم؟ افتكر معايا في الكارديو فاسكولر، انا بصنع الانجوتنسين كونفرتنج انزيم. مين اللي بيصنعه؟ اندوسيليوم اوف او اندوسيليال لايننج اوف بالمونري كابيلرز.
رقم اتنين، انا بصنع سيرفكتنت. ايه السيرفكتنت ده؟ هو مادة دهنية بتقلل السيرفس تنشن. عارف انت الالفيولاي بيبقى فيه ووتر لايننج الوول، طبقة المية اللي بتبطن الوول، عايزين نضعفها لان قوة الجذب او الاتراكشن اوف ووتر موليكيول عند الوول 10 مرات الاتراكشن او السيرفس تنشن بتاع الاير موليكيول. ولو سيبنا الاتنين قصاد بعض المية هتخترق السنتر والالفيولاي تغرق ويحصل إديمة. طبعا هنقولها في الفيديو القادم في المراجعة. فانا بصنع السيرفكتنت عشان اقلل السيرفس تنشن اوف ووتر لايننج الالفيولاي، وده مهم قوي. تايب 2 الفيولار ايبيثيليال سيلز. طب بصنع ايه رقم 3؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. تقول لي ايه ده، دي سمعتها في البلاد موديول. ده اللي بيحول بلازمينوجين الى بلازمين، اللي بيكسر الفايبرين لفايبرين ديجراديشن برودكت. ايه ده؟ ده شبكة تحليل او تكسير خيوط الفايبرين، فايبرينوليتيك سيستم. ده مهم جدا. طيب خلي بالك، ممكن اقولك بصنع بروستاجلاندين. طب انا بتخلص من مين؟ من السيروتونين الزيادة، من النور ايبينفرين الزيادة، والبروستاجلاندين الزيادة. بمعنى سيروتونين والنور ايبينفرين بيعملوا فازو كونستريكشن. طب انا بتخلص منهم عشان الضغط ما يعلاش اكتر، اتخلص من البروستاجلاندينز برضو الزيادة. كل دي حاجات مهمة جدا. انا بقى ممكن في السؤال النظري مروح انا اختصر الكلام ده. طب تختصره ازاي؟ هقول لك منشن نون ريسبيراتوري سينسيتيك فانكشن. انا هنا طلبت منك ايه؟ 3 وظائف سينسيسيس. ده مهمة جدا. طيب في عندنا وظيفة كمان اسمها فاسكولار ريكروتمنت او فاسكولار ريزرفوار. يعني ايه؟ الرئة فيها مخزن. مخزن ليه؟ البالمونري كابيلاريز اللي بتساعد في الاكسيتشينج، ودي مهمة جدا، بنزودها ديورينج اكسرسايز. تقول لي ايه ده؟ ده الريكروتمنت دي سامح انا من زمان من لوكوموتور موديول ان انا ازود نشاط يونت معينة. هنا انت ايه؟ مش كل الكابيلاريز شغالة ديورينج ريست. والكلام ده قلناه مع الكارديو فاسكولار. قلت لك 75% من الكابيلاريز السيستيميك بتبقى كلوزد، والربع بيبقى اكتيفيتد. هنا بقى انا عايز ازود النشاط ليه؟ تو اكوموديت، استوعب فوليوم اكتر للدم. ايه ده؟ يعني انا مخزن للدم. بمعنى ايه؟ بمعنى بدل ما كان جوايا 70 الى 100 ملي ات ريست هيبقوا 10 اضعاف، يبقوا 1000 ملي، من 500 الى 1000. طيب سؤال اخر في النظر يقول لك ايه؟ What is internal respiration؟ او السؤال يقول لك منشن خطوات الريسبيريشن. الريسبيريشن عندي خطوتين، internal اللي جوه الميتوكوندريا وجوه التيشو، ان هي بتاخد اكسجين وتطلع كربون دايوكسيد، عادي تنفس داخلي للانسجه. ايه بقى الاكسترنال؟ احنا بنحب قوي الستيبس اوف اكسترنال ريسبيريشن. الله، طب ليه؟ لسبب مهم. الاكسترنال عندي 4 خطوات من غير حفظ. يعني تنفس خارجي من الهواء الاتموسفير الى الالفيولاي، اسميها فنتيليشن او تهويه. ده رقم 1. رقم 2، طب ما هو الالفيولاي اللي دخل فيها الاكسجين انا عايز اوزعه للكابيلاري، يبقى اسمها ايه؟ صح، اكسيتشينج، وده مهم قوي. طب رقم 3، طب ما هو الاكسجين اللي راح للكابيلاري احنا عايزين نعمل ترانسبورت ما بين اللنج والتيشوز بتاعتها. الخطوة الرابعة، اعمل اكسيتشينج وتبادل اخر بين التيشوز والبلد من خلال سيستميك لنج كابيلاريز. بس في نقطة
انا عاوز انبه عليها طلبه كتيره بتنساها، اللي هي ايه؟ انت قلت الفنتيليشن بتوين اتموسفير اند الفيولار اكوردنج تو بريشر جريدينت. اوعى تنسى ان الفنتيليشن ده اكوردنج تو ميتابوليك نيدز. طب دي تهمني ليه؟ ما هو ديورنج ريست غير ديورنج اكسرسايز. خلي بالك في الاكسرسايز هيزيد السيرفيس اريا للتبادل وهيزيد الفنتيليشن معاه. طيب كده احنا خدنا الفكره البدايه في الموضوع. طب تعالى ندخل بقى على الارقام البريشرز. طبعا هبتدي الاول بالارقام ثم نحكي ازاي بنتنفس. يعني مثلا ممكن يقول لك ايه؟ منشن 3 different important pressures in ventilation. هما ثلاثة مهمين: atmospheric pressure، 2 intra alveolar pressure، 3 intra pleural pressure. طيب نبتدي بقى نقول ارقامنا وده مهم قوي. بص atmospheric pressure 760 مليمتر مركري، ده اللي احنا بنقيس على اساسه، يبقى ده الستاندرد بريشر زيرو. زيرو ده معناه ايه؟ يا ترى انا اعلى منه ولا اقل؟ اعلى بلس بوزيتيف، اقل نيجاتيف. طيب في معلومه بقى مهمه، ايه؟ ان الانترا الفيولار بريشر ديورنج ريست يساوي الاتموسفيريك بريشر. وهنا بقى عايز اقول معلومه مهمه قوي طلبه كتيره مش واخده بالها منها. التنفس مش بس انسبيريشن، الكيرف بيطلع واكسبيريشن بينزل، في نهايه الاكسبيريشن في ثانيه اسمها بوز، اسمها ديورنج ريست، لا بتاخد هواء ولا بتخرج هواء، يعني البريشر جريدينت يساوي صفر. الضغط في الالفيولاي في البالونه الهوائيه يساوي الاتموسفيريك بريشر 760. طيب امتى ضغط الالفيولاي يقل؟ مع الانسبيريشن، وانا باخد نفس، شيء طبيعي الهواء هيدخل بفرق ضغط بره اعلى من جوه، فلازم جوه الالفيولاي اقل من الضغط الجوي بواحد. 759 نيجاتيف 1. خلي بالك ما احنا اتفقنا الاتموسفيريك زيرو. طيب لو انا بخرج الهواء اكسبيريشن لازم الضغط اللي جوه الفيولاي اعلى من اللي بره على الاقل بواحد. 761 يبقى بلس 1. اخلي بالي من هذا الكلام. طيب انترا بلورال بريشر، دايما الضغط في البلورا عاده نيجاتيف، اقل من الضغط الجوي. بمعنى هقول ثلاث ارقام وهنفسرهم. لو انا قلت في البوز ديورينج ريست ما بنتنفسش في ثانيه، الضغط في البلورا كام؟ 756، اقل من الجوي باربعه، نيجاتيف اربعه. طيب في الانسبيريشن خدنا نفس، ضغط البلورا يقل. طب ليه يقل؟ ركز معايا. المعروف ان اللنج الرئه بتحاول تظهر، والشيست وول اللي هو ايدي دي بيحاول يكبر. حتى دايما نقول الجمله الشهيره لونج تند تو ريكويل، والشيست وول تند تو اكسباند. ده الكلام العادي بتاعنا. طب انت عايز توصلني الفكره ايه منطقيه؟ الفكره المنطقيه عشان الضغط في البلوره خلي بالك يقل، لازم المساحه تزيد، لازم المساحة تزيد. بس أنا هشرح لك التفاصيل لسه كمان شوية. كل ما المساحة تزيد الضغط اللي كان 756 هيقل، يبقى 754 قل عن الجو بكام؟ بست، يبقى نيجاتيف 6. اوعى تقارن نيجاتيف 4 ونيجاتيف 6، لا أنا بقارن كقيمة مطلقة، أنا كنت كام بالنسبة للجوي ثم قليت والجوي ثابت، تمام؟ طيب لما نيجي نعمل اكسبيريشن شيء طبيعي
ضغط البلورا هيزداد نسبيا. طيب عشان اسهل لك الفكره، ضغط البلورا اسمه الاخر ايه؟ انترا ثوراسيك بريشر. كلام جميل. طيب نيجي لسه التفاصيل جاي. طب السؤال المهم، احنا قلنا ان ضغط الالفيولاي بيكون قد الضغط الجوي during rest 760 اللي هي البوز، والبلورا كام؟ 754. لا ولا 56؟ تقول لي 56. 54 دي مع مين؟ انسبيريشن. طب و756 مع ايه؟ صح، مع الريست او البوز. السؤال المهم، الضغط جوه الالفيولاي جوه البالونه الهواء اعلى من البلورا. طب ده معناه ايه؟ انا كالفيولاي حواليا بريشر قليل، اقدر اوسع، مفيش ضغط علي، ضغط على الالفيولاي مفيش. عشان كده قالوا 760 ناقص 756، كل ما يزيد الفرق كل ما الالفيولاي توسع اكتر. ايه ده؟ يعني هذا الفرق لما يزيد اسميه ايه؟ distending pressure of alveoli اللي بتخليها مفتوحة. ولسه هنيجي نقول factors بتساعد الالفيولاي انها تفضل مفتوحة. طب انا معاك في الكلام اللي انت قلته، طب نسمي فرق الضغط ايه؟ قال لك هو الفرق عبر جدار الرئة. يعني عبر، يعني تخيل اللانج هي عامله زي المثلث، جواها الفيولاي وبراها البلورا. ترانسميورال هو البريشر من جوه الالفيولاي ماينس البلورا اللي براها. عشان كده ميورال معناها وول. وده ممكن هسألك ايه الامبورتنس اوف ترانسميورال بريشر؟ هتقول لي دي الاهميه الوحيده؟ هقول لك لا، ده في اهميه تانيه. وعشان اقول الاهميه التانيه احط لك تو بريشرز كده مهمين. احنا قلنا ترانس ايه؟ ميورال. في بقى بريشر اسمه ترانس ثوراسيك، ضغط عبر الجدار بتاع الرئه. يعني تخيل، مش كان دي اللنج وهنا الشيست وول؟ تخيل معايا ده الشيست وول اهو، في ضغط عبر الجدار. يعني ايه عبر الثوراكس؟ مين اللي جوه؟ تقول لي هنا الفراغ البلورا. ومين اللي بره؟ ده الشيست ايه وول او الاتموسفير، ده الضغط الجوي. اللي جوه ناقص اللي بره. هتقول لي طب ما اللي جوه انترا بلورال بريشر 700 وكام؟ صح 756، اوعى تنسى ديورنج ريست. والضغط الجوي بره 760. لو انا شفت الفرق نيجاتيف 4، اللي جوه الاصغر ناقص اللي بره الاكبر، طب هو مين اللي هيضغط على الثوراكس؟ هتقول الاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي الخارجي، بول او بوش الثوراكس انورد، انا هزقه لجوه. ايه ده؟ طب ما هو الفرق ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه اسمها كومبريسنج فانكشن. احنا هنضغط على جدار الثوراكس. يعني اذا الفرق اللي بنتكلم عليه اللي هو الترانس ده عبر جدار الرئه او عبر جدار الشيست وول ليه وظيفتين، يا اما مش يا اما يوسع الرئه distending pressure of الالفيولاي، والوظيفه الثانيه يضغط على الثوركس. فطالب اللي بيشوف الفيديو دلوقتي يقول الله، طب وانا استفدت ايه من هذا الكلام؟ لا انت استفدت، لو الترانسميورال بريشر اختفى، تقول لي مش فاهم يعني اختفى، يعني ما بقاش فيه فرق ضغط. هتقول لي الله، طب وامتى ما يبقاش فيه فرق ضغط؟ خلي بالك كل دي اسئله. When the transmural pressure is abolished، يختفي امتى؟ لما يكون البريشر جريدينت زيرو. طب تيجي نفكر، يعني ايه؟ يعني الالفيولاي تساوي الاتموسفير تساوي ضغط البلورا كلنا 760 مليمتر مركري. عارف الكلام ده امتى؟ لو خدت طعنة السكينة في جدار الشيست وول، ستاب ووند. الستاب ووند دي هتعمل فتحة في الجدار،
فاتحة، يعني الضغط الجوي مين اللي متصل بيه؟ لا الفيولاي والبلورا اللي جوه كلنا بقينا حاجة واحدة، يونت واحدة، أوضة واحدة، وبالتالي سيختفي البريشر جريدينت، مفيش فرق ضغط، فيختفي الترانس ميورال بريشر. يقول لي طب وات ار ذا افكتس بقى لما ده يحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ذا لانج كولابس، الرئه مش هتقدر توسع، مفيش فرق الضغط اللي بيوسعها، كولابس. بسميها ايه الكلمه الثانيه؟ اتيلكتاسيس. تمام. وساعات الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك اللانج كولابس، بص بقى الجمله اللي جايه، تو ان ستريتشد سايز. يعني ايه؟ ما هو الرئه لازم توسع، لا احنا هنخليها تكش الى حجمها ما قبل الاطاله، ما قبل الاتساع، مش هتوسع. طب وبالنسبه للسوركس، مش هو كان في كومبريشن بريشر، في ضغط خارجي، ضغط الجوي، ضغط على جدار الشيست وول اللي جوه، اختفى هذا، فالشيست وول يعمل ايه؟ اكسبانشن، يتمدد، لاني مفيش حاجه ضغطه عليه. طب يا دكتور اللي انت بتشرحه ده وستاب ووند وفتحه في جدار الشيست اسمه ايه؟ نيمو سوركس، اير انسايد ذا بلورال ساك. الطبيعي ان البلورا فيها طبقتين، طبقه اسمها فيسرال وطبقه جداريه اسمها بارايتال، وما بينهما فلويد. مش من الطبيعي ان يبقى فيه هواء في البلورال ساك. شوف السؤال ممكن يجي لك ازاي، يجي لك على الترانس ميورال بريشر والامبورتنس، يجي لك على ايه اف ات از ابولشد والافكت بتاعه ايه، الكلام ده مهم. طيب نيجي لسؤال تاني بقى، discuss negative intrapleural pressure. انت بتقول لي ان الضغط في البلورا اقل من الجو، طب ليه هو نيجاتيف؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني significance، ايه اهميه ان ضغطه اقل من الاتموسفير؟ بص الحاجه بمنتهى البساطه اللي انت تكون عارفها، ان البلورا مليانه فيها فلويد، بص بقى cannot expand، ما تقدرش تتمدد، عشان تملى اللي سلايتلي لارجر فوليوم ما تقدرش، وعلشان كده في فاكيوم، في فراغ موجود في السبيس دي not occupied by الانترابلورال فلويد، لا يمكن هذا الفراغ يتم سده، وبالتالي هيعمل ايه؟ سمول دروب، هيقلل ضغط البلورا شويه عن الجو. ما هو يعني سمول 756 ديورنج ريست، يعني نيجاتيف 4 في الانسبيريشن، بقى 754 نيجاتيف 6، يعني مش قل ايه قوي. ده خلي بالك السؤال ده بيتسال كتير جدا. السؤال اللي جاي ايه السيجنيفيكانس، ايه الاهميه ان ضغط البلورا نيجاتيف، ايه الاهميه ان بالونه الالفيولاي حواليها ضغط قليل من البلورا؟ هتقول انا فهمت، يساعدها انها توسع. تخيل انت ما فيش عليك ضغط اكسبانشن، يبقى اول حاجه لانج اكسبانشن، ده بيمنع الالفيولاي انها تطبق، بيمنع الكولابس. طيب ليه اهميه ثانيه؟ اه كل ما ضغط البلورا يبقى نيجاتيف والالفيولاي توسع والرئه تكبر، ده بيعبر عن ايه؟ عن مدى مرونه الرئه، مدى المرونه، في مرونه. خلي بالك بكل، دايما نقول ايه ذا مور ذا نيجاتيفيتي، وفي مرونه في حاجه تانية برضو، ايه هي؟ ما هو الرئه دلوقتي بتحاول تبعد، تصغر وتبعد عن الشيستول، كل ما المسافه بينهما تكبر معناه ان اللنج الاستيك اكتر. دي نقطه مهمه جدا. طب في حاجه تانية؟ اه وقلناها مع السي في اس والريسبيريشن، ما دام ضغط البلورا نيجاتيف معناه ان ضغط السوركس نيجاتيف، ما هو الانترا بلورال تساوي انترا سوراسيك بريشر. تخيل ضغط السوركس نيجاتيف،
يعني ضغط الفيسلز اللي في الثوركس قليل، من ضمنها صح من ضمنها البلورال فينز، من ضمنها الفينا كيفا. احنا شبكة متصلة ببعض، الفينا كيفا كونكتد بالجاجيولار فين، كونكتد بالبلورال فين. اذا قل الضغط في واحد فينا هيقل في الباقي. طب وما دام النقص ده امتد للفينا كيفا، هتقول لي يبقى يزيد الفينس ريتير، هسحب دم اكتر، يزيد الليمفاتيك ريتير. فدايما واحنا بنصلح هذا السؤال عينينا على كلمتين، لونج قال لي اكسبانشن يمنع الكولابس، قال لي لونج الاستيستي، والعين التانية بتبقى على ايه؟ على الفينس والليمفاتيك ريتير. طيب ممكن السؤال يبقى اكتر من كده، يقول لك هل ممكن الانترا بلورال بريشر تبقى مور نيجاتيف؟ انت بتقول لي نيجاتيف 4 ونيجاتيف 6، نيجاتيف 30 امتى بقى؟ فورسد انسبيريشن، انا باخد هواء عميق او ديب بالقوه كده. بص اهو الديب ده ما ينفعش معاه ضغط البلورا بس، يبقى نيجاتيف 6، ودي اسمها مولر اكسبيرمنت اتحذفت من الكتاب الجديد. طب هل ممكن ضغط البلورا يبقى مور بوزيتيف؟ ممكن، لما انا عايز اخرج الهواء بالقوه. دايما احنا معترفين بايه؟ ان في الاكسبيريشن لازم ضغط البلورا يزداد نسبيا. ليه؟ عشان يضغط على الالفيولاي فيبقى الضغط فيها اعلى من الجوي ببلس 1 فالهواء يخرج. ده في العادي، ده في النورمال اكسبيريشن. هنا انا هعمل ايه بقى؟ ديب اكسبيريشن، عايز اخرج الهواء بالقوه كده، لازم ضغط البلورا يزيد قوي لدرجه انه هيبقى اعلى من الضغط الجوي ب 30 بلس 30 مليمتر مركري، ودي اللي بتحصل اسمها ايه؟ فالزلفا مانوفر. طيب نيجي بعد كده لعنوان ميكانيكس اوف بريزنج. قبل ما ندخل في الميكانيكس انا عايز اسالك سؤال، ريسبيراتوري ريت كام؟ تقول لي من 12 ل 16 بريس بير مينت. السؤال التاني، منشن انسبيراتوري ماسلز وسكت. اول دايما لاحظ السؤال بيبقى فيه تكه، ليه؟ الانسبيراتوري في انسبيريشن طبيعي عادي جدا مع النفس، وفي ديب انسبيريشن. فخلي بالك لازم تقول الجزئيتين، النفس العادي في الدايافرام واكسترنال انتركوستال. طب نقول عنهم تفاصيل. الدايافرام هو اهم انسبيراتوري ماسل، 75% من التنفس، سبلايد بفرينك نيرف اللي هو C3 4 5. لو قطعت الفرينك نيرف او فصلته عن الديافرام هتموت، ودي فكرة الشنق الهانجينج. انا بربط الحبل حوالين السيرفايكال فيرتبرا، 3 4 5 اضغط على الفرينك نيرف اللي رايح للديافرام. هل ينفع تعيش بال 25% من نفسك بالمسلز التانية؟ لا ما تقدرش. طب external intercostal يهمني في الاناتومي كلمتين، انها بتعمل ايه بقى؟ بص انها زي ريبس موف، بترفع الضلوع ايه؟ upward and forward، لفوق وقدام. طب وده يعمل ايه؟ يزود الانترو posterior diameter من قدام لورا، واللاترال او الترانسفيرس دايامتر. طيب ايه بقى الديب انسبيراتوري ماسلز؟ لما تاخد نفس عميق ما ينفعش دايفرام واكسترنال انتركوست. انا عاوز سترنو ماستويد، عايز سريتس انتيريور وسكالينس ماسل. طيب خلي بالك كلمه سترنو ماستويد معناه ان هو بيرفع الاسترنوم. طب ما هو الاسترنوم ده ماسك فيه الريبس، وانت بترفع الاسترنوم بترفع معاه الضلوع
فبتزود الدايمنشنز معاك. طيب ونفس الفكره برضو في الباقيين. طب تعالى بقى على العكس، اكسبايريشن، اقول لك منشن اكسبايراتوري ماسلز، لازم تقول لي معلومه مهمه. في النورمال بريزنج، نورمال ريسبيريشن، ده بيبقى اكتف فقط اللي شغال انسبيراتوري ماسلز، اما الاكسبيريشن ايه؟ باسيف، سلبي. يعني ايه؟ ما عنديش اكسبيراتوري ماسلز شغاله في النفس العادي، مجرد ريلاكس يرتاح الانسبيراتوري ماسلز العاديه. طب لو عايز اعمل ديب اكسبيريشن، اخرج الهواء بالقوه، محتاج ابدومينال ماسلز. ما هو الابدومين اهي، هتزق الديافرام لفوق فتقلل الثوراسيك كافيتي. لما تقلل المساحه اللي فوق زودت فيها البريشر اكتر من الاتموسفيرك ضغط الجو، فالهواء يخرج. كلام جميل وسهل جدا. طب عندك تاني؟ اه، اعكس. بدل اكسترنال انتركوستال انا عندي انترنال انتركوستال. طب والانترنال انتركوستال دي تعمل ايه؟ تحرك الريبس لتحت ولجوه فتعمل العكس، تقلل الانترو بوستيريور ديامتر واللاترال او ترانسفيرس ديامتر. طيب تعالى بقى نسال السؤال المهم، الميكانيزم اوف نورمال انسبيريشن. السؤال ده على فكره يجي نظري، حتى لو سؤال شورت، اه كل جزء كده بربع درجه. ازاي؟ في الانسبيريشن الثوراسيك كافيتي هتكبر، انا عايز اخد هواء، تقول لي طيب ولما تكبر البريشر جوه الثوركس هيقل، يعني ضغط البلورا هيقل، يعني الالفيولاي سراوندد بنيجاتيف انترا بلورال بريشر، فالالفيولاي ايه؟ ديستنت، فهيزيد الالفيولار سبيس فيقل الانترا الفيولار بريشر. 759، ولازم تحط الارقام، اقل من الاتموسفيرك يبقى نيجاتيف 1. اير موفز ان ستيبس، خطوات مبنيه على فهم. طب ايه اللي يحصل في الاكسبيريشن العادي؟ اللنج يحصل لها ايه؟ الاستيك ريكويل. يعني ايه؟ الرئه تكش، تكش زي الاستيك، يقصر يصغر بمرونته. طب ايه اللي يحصل؟ يزيد الضغط جوه السوركس، صح؟ فيزيد الضغط في البلورا، بدل ما يبقى 756 في الريست يبقى 757، يزيد نسبيا سلايتلي، فيحصل بريشر اون الالفيولاي، فبالونه الهواء سراوندد بضغط عالي، فيحصل ايه في الالفيولاي؟ يحصل لها تندي، مش تندي تو كولابس، يعني نقول يزيد الالفيولار بريشر ديو تو ايه؟ ديكريز، نقص الالفيولار سبيس، ويزيد عن الاتموسفيرك، يبقى 761 بلس 1 اير موفز اوت. كلام بمنتهى البساطه. طيب تعالى بقى نيجي نسال سؤال تاني مهم جدا، وده لازم نبقى واخدين بالنا منه. Remarks لازم تتسأل، What is the effect of the paralysis، خلي بالك، of internal intercostal على البريزنج؟ ها تأثر؟ تقول لي لا ما تأثرش، لوحدها ما تأثرش. طيب ايه تأثير الباراليسيس اوف دايفرام؟ طبعا باراليسيس، تنفس هيقف، لانها المين انسبيراتوري ماسل 75%، ما تنساش اوف بريز. طيب بص بقى، لو قطعنا السباينال كورد اباف الثيرد سيرفايكال سيجمنت، ايه ده؟ انت قطعتها قبل الاوريجين بتاع الفرينك نيرف اللي سبلاي الديافرام، ريسبيراتوري باراليسيس، شلل في التنفس، فكر. طب تجي اسالك السؤال بالعكس بقى، طب ايه اللي يحصل لو احنا قطعنا في السباينال كورد تحت
سي 5. تقول لي عادي، ما الفرينك شغال، هيعمل ايه؟ كل السكيليتال ماسل هتتشل ما عدا الديافرام. يبقى معنى هذا الكلام ما اتأثرتش قوي. فهنا دي كلها نقاط رئيسيه ومهمه. ساعات بقى نجيب لك في الامتحان الشورت اسي بالنظام الجديد، اجيب لك ديفينيشنز قصيره. يعني اقول لك ايه؟ ايوبنيا. وات از ايوبنيا؟ ايو يعني نورمال، وبينيا نفس. اتعود معايا في كل الديفينيشن اللي انا هقولها دلوقتي، بينيا بريزنج باللاتين. طيب هقول لك ديسنيا، ديسنيا ديفيكولتي ان بريزنج. حلو. هقول لك اورسوبنيا، اورسو معناها وضع الجسم. في ناس لما بتنام ريكومبنت فلات تعرفش تتنفس، هارت فيلير. دايما لما يكون في فشل في الليفت اتريوم نتيجه ان الميترال فالف ضيق، فالبريشر بيعلى في الليفت اتريوم فما يستقبلش الدم اللي جاي له من الفور بالمونري فين، فالدم يتجمع في الفور بالمونري فين فما يستقبلش الدم اللي جاي له من البالمونري كابيلاري. فايه اللي يحصل؟ الضغط يزيد في البالمونري كابيلاريز ويدخل في الالفيولاي. ليه؟ ما هو الالفيولاي البالونه اهي وسراوندد بمين؟ بكابيلاريز. ووصفتها لك قبل كده في النظري كان الالفيولاي هي بوله الايس كريم اللي محطوطه في الكاس. دايما البوله دي هي الالفيولاي والكاس هو بالمونري كابيلاري. تخيل بالمونري كابيلاري مليان ببلد كونجستد محتقن، فالدم ده هيدخل فين؟ في الالفيولاي. فالمساحه الباقيه للهواء تقل، ما اقدرش انام فلات، لازم ارفع المخدات واسندها، اسند ظهري عليها وانا بنام. طيب اسالك سؤال، وات از ذا ديفرنس بتوين تاكيبنيا وهايبريبنيا؟ كلمه تاكي سريع، وايه اللي سريع؟ زاد الريت اوف ريسبيريشن. خلي بالك في الاسئله القصيره هي كلمه، ايه اللي حصل في التاكي؟ زاد الريت. طب هايبر يزيد الريت او الدبس. واحد يقول لي يعني ايه؟ هقول لك بص، الريت سرعه التنفس. بص انا بتنفس ازاي، ده ريت. طب يعني ايه الدبس كده؟ العمق، انت بتاخد النفس لغايه الالفيولاي في الاعماق. فدي مهمه جدا اللي هي الهايبريبنيا. ودايما احنا عايزين نقول ان الدبس ليه؟ تو ميت ذا ميتابوليك نيدز، شيء طبيعي، انا عايز ازود الميتابوليك نيدز زي الاكسرسايز. طب هايبر فنتيليشن زياده التهويه، هايبو فنتيليشن ينقص التهويه. طب ينقص يعني ايه؟ يزيد التهويه بمعنى ايه؟ بمعنى ان يقل السي او 2 بريشر. انت لما بتنهج بتتخلص من الكربون دايوكسيد، ولما الفنتيليشن تهويه الرئه تقل معناه ان السي او 2 عمال بيتجمع واللنج فشلت في مهمتها. طيب عندي ديفينيشنز تانية، هايبر كابنيا. كلمة كابنيا معناها سي او 2، سي او 2 بريشر عالي. طبعا لما نيجي في الفيديوهات القادمة هفكرك السي او 2 بريشر في الارتيريال بلاد كام والفينوس بلاد كام. طب يعني ايه ابنيا؟ ايه يعني نو؟ يعني ستوبج اوف الريسبيريشن. طيب في بقى عنوانين، سفوكيشن واسفيكسيا، انا هقولهم ان شاء الله مع اخر فيديو مراجعه الفرق ما بينهم. طب نيجي بقى للسؤال المهم، موضوع مهم، اير واي ريزيستنس، مقاومه الهواء. قبل ما اجي لك للاسئله انا عايز اقول مقدمه. الريزيستنس بيتبع قانون اسمه بوازييه لو، ارجع لانترودكشن او بايوفيزيكس سنه اولى. قلنا الريزيستنس دايركت بروبورشنال مع ايه؟ مع اللينس. كل ما يزيد اللينس بتاع الاير واي مقاومه الهواء هتزيد. طيب كل ما يزيد الفيسكوزيتي
اللي هو اللزوجة، احتكاك جزيئات الهواء مع بعض هيزيد الريزيستنس. طب ويتناسب عكسيا مع ايه؟ مع راديوس 2 ذا باور 4. طيب هنا انا عاوز اسال كام سؤال. اول سؤال عندي، وات از ذا برايمري فاكتور، العامل الاساسي او الاولي، ويتش ديترماين ذا اير فلو، بمعنى ايه اللي يحدد ان رئتك تاخد هواء؟ هل يا ترى اللينس اوف اير واي؟ تقول لي ثابت كونستانت. طب الفيلوسيتي، الفيسكوزيتي قصدي، لزوجه الهواء؟ تقول لي لا ثابته. حلو. طب هل الراديوس تو ذا باور 4، يعني هل فكره الراديوس او النص القطر والكلام ده بتاع التراكيه والبرونكاي والكلام ده، هقول لك معلومه مهمه جدا. لو هيلسي ريسبيراتوري سيستم، الراديوس ده ممكن ان احنا نتجاهله. الله. طب ازاي نتجاهله؟ قال لك بيبقى لارج انف، الراديوس كبير، بحيث ان مقاومه الهواء خلي بالك تبقى قليله قوي. طب انت كده المعادله كلها كانك بتنفيخه. امال بالتالي ايه الحاجه المهمه؟ الحاجه المهمه هو البريشر جريديانت بين الاتموسفير والالفيولاي. فطالب يقول لي يعني ايه؟ قول له بمنتهى البساطه، البريشر جريديانت ديورنج انسبيريشن كام؟ تقول لي الفرق 1 مليمتر مركر. الضغط الجوي 760، واللي في الالفيولاي 759. ال 1 مليمتر مركري ديفرنس هو اللي بيخلي اللنج تتملي بفوليوم 500 مللي هواء. يعني النفس الواحد محتاج فرق ضغط 1 مليمتر مركري عشان ياخد طايده الفوليوم 500. طب في سؤال بقى، اسئله كتير جدا في الاير واي ريزيستنس، هو ليه الاير واي ريزيستنس بيكون قليل في السمول اير ويز؟ خلي بالك احنا اتفقنا ان الريسبيراتوري تراكت بيتقسم، يتفرع الى ديفيجنز كتيره، 23 تفريعه، 23 منهم 16 تفريعه كوندكتنج زون، والسبع تفريعات اللي باقيين ريسبيراتوري زون. طب معنى كده ايه؟ لما اوصل للسمول اير ويز معنى كده ان حصل مالتيبل ديفيجنز قبلها، وكل ما بتعمل انقسامات اكتر هيزيد ايه؟ صح، توتال كروس سكشنال اريا، وكل ما بتزيد المساحه المقطعيه كل ما مقاومه الهواء بتقل. وده اديني مثال على الكلام ده، التيرمينال برونكيولز، تيرمينال برونكيولز الاير واي ريزيستنس فيها اقل بكتير من البرونكاي ما قبل الديفيشنز، وده شيء طبيعي جدا. طيب عندي سؤال اخر، وات از ذا امبورتنس اوف ديكريز اير واي ريزيستنس في السمول اير ويز؟ طب ما هو لما المقاومه بتقل وبيوسع بيقل الفيلوسيتي اوف اير فلو، زي ما خدنا في السنه الاولى. هناك علاقه عكسيه بين الفيلوسيتي السرعه والكروس سكشنال ارياز، زود المساحات قللت السرعه، والعكس صحيح. طيب احيانا نجيب سؤال بقى ايه رخم، نقول لك ايه، وات از مينت باي اير فلو ريت؟ تقول لي ده الاماونت اوف اير، كميه الهواء بير يونت تايم في وقت معين ذات فلو ثرو ا بارتيكولر ديفايس، يعني كميه الهواء في وقت معين يتحرك من في خلال جهاز، في جهاز بيقيس معدل الهواء. طيب معلومه مهمه، لو انا قلت لك سنجل تيرمينال برونكيول، سنجل، مقاومه الهواء فيها اعلى من لارج لوبر برونكس. اقول تاني عشان ما تسمعش غلط، مقاومه الهواء فين؟ سنجل تيرمينال برونكيول، ما قلتش بقى كروس سكشنال اريا. طب لو قلت اول
تيرمينال برونكيولز يبقى في انقسامات كتير، يبقى في كروس سكشنال اريا كتير، يبقى الاير واي ريزيستنس تقل. طيب تعالى بقى في الاسئله اللي جايه في الاير واي ريزيستنس كلها كومبير، قارن. قارن ما بين اير واي ريزيستنس، مقاومه الهواء لو انت بتدخن سموك ثرو بايب او الماوس، مين مقاومه الهواء اعلى؟ لو انا بتنفس من بقي ولا سموك ببايب؟ تقول لي لو انا سموك ببايب. الله، طب ليه؟ لانه بيزيد اللينس اوف الريسبيراتوري باس واي لو انا سموك من خلال البايب. خلي بالك الكلام ده مهم، وبما ان اللينس زاد الريزيستنس هتزيد اكوردنج تو بوازيلو. طب سؤال تاني، الريزيستنس تزيد اكتر في الماوس ولا النوز؟ تقول لي النوز، من النوز عندك نوز وتراكيه، عندك ممر بقى، هذا الممر شيء طبيعي اني ثرو ماوس مقاومه الهواء اقل لان اللينس بتاع الريسبيراتوري باسوي اقل. طب انا عندي سؤال تاني او سؤال تالت، لو انا عملت فتحه في التراكيه يا ترى اسمها تراكيوستومي، هل الاير واي ريزيستنس تكون اعلى ولا اقل؟ تقول لي اقل، لان انت قصرت الريسبيراتوري باس واي. بمعنى ايه؟ انت ما خدتش الممر من البدايه. الممر من البدايه خلي بالك نوز وفارنكس ولارنكس وتراكيه، انت اختصرت الكلام ده كله، قلت من الاول التراكيه، فانت اختصرت خلي بالك الايه؟ الهاي ريزيستنس في هذا الممر. السؤال اللي بيجي عادة في الام اس كيو، واذا جه شورت اسي ما تستغربوش، ديتكت ذا سايت اوف هايست اير واي ريزيستنس، اعلى مكان في مقاومه للهواء في الريسبيراتوري سيستم هو ميديوم سايز برونكاي، متوسط الحجم. طيب في الريسبيراتوري برونكيولز اخبار الاير واي ريزيستنس ايه؟ تقول لي نفس الاجابه، اقل، عشان الكروس سكشنال اريا كبيره، وقلنا يبقى في الحاله دي الريزيستنس بتاعته هتختلف عن الميديوم سايز برونكاي. طيب نيجي بقى لحته في غايه الاهميه عايزين نركز عليها كويس قوي، فاكتورز افكتنج اير واي ريزيستنس اللي بيتحكم في مقاومه الهواء حاجتين، نيرفس ولوكال. والنيرفس كلمتين، سمباثيك بيعمل برونكو دايلاتيشن، بيقلل الاير واي ريزيستنس عشان يزود الاكسجين سبلاي للتيشو ديورينج اكسرسايز، كل الكلام ده معروف. والعكس بارا سمباثيك بيعمل برونكو كونستريكشن، مش محتاج اكسجين زياده ديورينج ريست. طب ايه فكره اللوكال؟ ابحث عن الكربون دايوكسيد، ده اللي بدور عليه في الاجابه. هتقول لي الفيولاي، انا عايز كلمتين، اذا زاد في الالفيولاي السي او 2، السي او 2 ده ايه الافكت بتاعه على البرونكيال ماسلز، سموث ماسل ريلاكسيشن. ليه؟ لو في سي او 2 زايد انا محتاج اكسجين عشان يحصل اكسشينج، عشان يحصل تبادل، انا كسي او 2 اخرج للاتموسفير وانت يا اكسجين تدخل، ده غير التبادل بين الالفيولاي والبالمونري كابيلرز اللي هنيجي نشرحه فيما بعد. وهو دايما في منطق، على قد السي او 2 هيبقى في اكسجين، على قد الاكسجين هيبقى في سي او 2. طالب يقول لي يعني ايه؟ اقول له ببساطه تيجي نعكس، تعالى لو السي او 2 قل انت محتاج اكسجين ايه؟ قليل يتبادل معاه عشان يحصل توازن ما بين الفنتيليشن الاكسجين اللي باخده في التهويه العاديه وما بين السي او 2 اللي جاي لي من البالمونري كابيلرز، ودي هنقولها في فيديو بعد كده، فنتيليشن برفيوجن ماتشنج، وهنفكرك بيها. فدي نقطه مهمه قوي. طيب في بقى اسئله لازم تتسال، ترانس ميورال بريشر
ايه اهميته؟ تقول لي ما انت قايل هو الميجور فاكتور اجينست السمول اير واي كولابس. قلنا اهميته ده مهم جدا جدا، لازم اكون انا ايه عارف. طيب انا عندي سؤال بقى، السمول اير ويز ليه بتفضل مفتوحه؟ تقول لي سببين، ترانس ميورال بريشر، وتشرح لي هو الديفرنس بتوين انترا الفيولر ماينس انترا بلورال بريشر والفرق 4 مليمتر مركري، وده اسمه ديستندنج بريشر. طيب في فاكتور تاني يخلي الاير ويز دي مفتوحه؟ اه ايه هي؟ تخيل ايدي دي الفيولاي، في الفيولاي هنا والفيولاي هنا، انا عندي على فكره ملايين الالفيولاي، 300 مليون الفيولاي. لو الالفيولاي دي هتتقفل اللي في النص، الالفيولاي كده اللي على يمينها تعملها ايه؟ تراكشن. يعني ايه تراكشن؟ تشدها. هو ده اللي انا عايز اقوله. هتقول ايه بقى؟ ان الاير ويز اللي هي كرييت الاستيك او راديال تراكشن، عارف راديال زي ايه؟ قرص الشمس، حاجه يعني بشكل ايه نقول مايل شويه، انا بشدك، هولد ذا اير واي اوبننج. طب هو بيفتحها بايه؟ كونتينيوس اوتورد بولينج اون ذا سايد اوف اير واي. شوف الجمله دي انا عايزها، يعني كونتينيوس اوت سايد بولينج، هو الشد المستمر للخارج. انت يا الفيولاي هتطبقي وتقفلي؟ لا انا عايز اوسعك، فلازم يبقى فيه شد جانبي لبره. طب وانا لما شدك لبره انا هوسع السمول اير واي، هقلل الاير واي ريزيستنس، هقلل مقاومه الهواء. خلي بالك ده مهم قوي، هقلل مقاومه الهواء في المكان ده، انا عايز اوسعها عشان تملى. طيب شيء بالشيء يذكر. سؤال تاني، هاو لارج اير وايز ار كيبت اوبن، تفضل مفتوحة بإيه؟ تقول لي سيمي سيركولر كارتليج. ده مهم جدا. خلي بالك في فاكتورز تخلي الاير ويز دي تقفل. دي تقفل وهنقولها الفيديو القادم. طيب نيجي بقى لأوبستراكتيف لانج ديزيز. يقول لك منشن اكزامبل اوف أوبستراكتيف لانج ديزيز. يعني ايه أوبستراكتيف؟ يعني البرونكاي ضيقة. برونكيال أزمة، كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز اللي هي، او كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هناخد اول حرف من كل كلمه، كرونيك سي اوبستراكتيف او بالمونري بي ديز ديزيز دي، من حقك تكتب الاختصار هذا الاختصار. طيب الحاجه اللي تهمني ايه الكاركترستيك اوف الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز؟ يتميز بحاجتين، زياده مقاومه الهواء وصعوبه شديده في الاكسبيريشن. على فكره انا لما يكون عندي البرونكاي ضيقه انا عندي صعوبه وانا باخد نفس، وعندي صعوبه وانا بخرج نفس. عارف ليه صعوبه اكتر وانا بخرج؟ لان انا بخرج النفس من برونكاي ايه؟ ضيقه. تقول لي مش فاهم، مش الباراسمباثيك في الطبيعي يخلي البرونكاي مايلد كونستريكتد؟ تقول لي اه. تخيل بقى كمان يضاف عليها ان فيها ايديميتاس سيكنينج. يعني ايه ايديميتاس سيكنينج؟ يعني الجدار نفسه بقى فيه تجمع مائي فمضيق البرونكاي اكتر من الاول. فتخيل انت عمال تنفخ في بالونه او في حاجه ضيقه، حاجه ضيقه جدا، زماره صغيره وضيقه قوي، صعوبه شديده عشان اخرج الهواء من ممر ضيق. خلي بالك سواء برونكيال ازمه او كرونيك برونكايتس يتشابهوا في حاجتين، إديمة مطخنه الاير واي وزياده افراز السك ميوكس. لكن البرونكيا الازمه او اللي هو الشعب الهوائيه، مرض الربو، تمام، ضيق في الشعب الهوائيه، يتميز بايه؟ يتميز بفكره هايبر ريسبونسيفنس، هناك حساسيه مفرطه، ما
ماده حساس الرجي، شمينا دست تراب حبوب لقاح اي حاجه، قام راحت ايه على طول مضيقه الاير ويز. طيب اشهر حاجه في الكرونيك اوبستراكتيف هننهي بيها هذا الفيديو، انفيزيما. يعني ايه؟ اللنج بتوسع وما بتصغر. انا قلت لك في الفيديو ده في الانسبيريشن ان الثوراسيك كافيتي اللارجس، في الاكسبيريشن الاستيك ريكويل. فاكر ولا ناسي الكلام ده قلناه؟ في الطبيعي عندك يا رئه قدره على الاتساع وقدره انك تصغر، لكن في الانفيزيما انا بوسع بس. ايه ده؟ طب وانا ليه ما عنديش الالاستيك ريكويل؟ تيجي نفكر، هو مين المسؤول عن مرونه الرئه؟ تقول لي الالاستين. ده بروتين موجود على فكره في التيشو، هو اللي بيخلي الرئه ايه؟ تصغر. طيب هو مين اللي بيكسر الالاستين؟ الاستيز انزيم. وتعالى نحكي الحكايه. احنا في الطبيعي عندنا انزيم عندنا حاجه اسمها الاستيز، ده انزيم. هذا الانزيم اللي بيوقفه الفا 1 انتي تريبسين، اللي بيوقف. طب لو انا مدخن شره كرونيك سيجاريت سموكي، انا بشرب 4 5 6 علب في اليوم على مدار سنوات طويله، حصل ايه؟ الالفا 1 انتي تريبسين اللي بيحميك قل، فما فيش حاجه هتمنع الالاستيز، فالانزيم ده يشتغل. يقول لك انا هكسر الالاستيك فانكشن اوف ذا لانج، الاستيك تيشوز، قدرتك يا رئه على الالاستيك ريكويل. فبالتالي ما عنديش غير حاجه واحده، اللانج ايه؟ اكسباند اكسباند اكسباند. طب اصغري، مش عارف، اصل انتم منعتوا. خلي بالك اللي في الاول في الطبيعي الانزيم اللي بيكسر الالاستيك كنا موقفينه، لا انتوا خليته يشتغل، منعته العادي فخليته الالاستيز عمال يكسر في الالاستيك فايبر بتاعه الرئه، وبالتالي اللنج عماله تكبر تكبر تكبر. تقرب من مين؟ من اللي تشيست وول. طالب يقول لي طب وليه الشيست وول ما يبعدش؟ ما هو الشيست وول خلي بالك ما يقدرش يعمل اكسبانشن ان ليميتد، ما هو خلي بالك كل حاجه ليها ليميت. اللنج عماله تقرب 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 من الشيست وول، يبقى البلورال سبيس عماله تصغر تصغر تصغر، فالضغط في البلورا عمال يزيد. يضغط على مين جوه الرئه؟ برافو، الفيولاي. الفيولاي عمال يتضغط عليه يتضغط عليه. طب طالب قال لي طب وفين الكرونيك، فين الاوبستراكتيف في القصه؟ فين البرونكاي يعني اللي ضاقت؟ مش فاهم. تخيل الالفيولاي اهي عليها ضغط كبير من البلورا من كل النواحي، طب مين اللي متصل بالالفيولاي؟ هتقولي البرونكيول والبرونكاي. ما هو الالفيولاي ده عندنا ملايين الالفيولاي، في الفيولاي متصله بالبرونكاي، فانت هنا ادي اهو مدخل البرونكاي في دايره الالفيولاي، كل ما يزيد الضغط هنا يعمل ايه على البرونكاي؟ يضغط عليها فيضيقها على مدار شهور وسنين، يؤدي لكرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديزيز. طب عندي سؤال مهم، ايه الايفكت اوف انفيزيما اون جاز اكستشينج؟ على فكره عندنا مشكله. ليه؟ الضغط بتاع البلور على الالفيولاي هيعمل ايه؟ هيعمل بريك داون للالفيولاي، هيعمل ذوبان لجدارها، ديزوليوشن. طب وانا لما يتدوب جدار الالفيولاي هيبقى فيه اكستشينج؟ تقول لي لا، وده الكلام اللي احنا عايزين نعرفه، ان هنا انت عملت ايه؟ انت قللت السيرفيس اريا، وما دام قللت مساحه التبادل فانت قللت الجاز اكستشينج، هي دي خطوره الانفيزيما.
ودي اللي هنقولها في فيديو المراجعة القادم. هنقول لك ايه في الانفيزيما؟ الكومبلاينس زادت، اتساع الرئة بقى عالي قوي قوي، اتساع عالي جدا، ولكن الخطورة جاز اكستشينج، لان احنا هنشرح ان في الفيولو كابيلاري ممبرين ست طبقات ما بين الالفيولاي والبالموناري كابيلاري، سمكهم نص او 0.6 مايكرو. انت دوبت من الطبقات دي كلها، وهي دي المشكلة اللي حصلت معي. اتمنى في نهاية هذا الفيديو نكون استوعبنا فايدة الكوندكتنج زون والريسبيراتوري زون، وايه هي النون ريسبيراتوري فانكشن اوف الريسبيراتوري سيستم، والستيبس اوف الفنتيليشن، والديفينيشنز، والبريشر، والميكانيكس اوف نورمال انسبيريشن ونورمال اكسبيريشن، والكلينيكال ابليكيشن لو قطعنا الانتركوستر او الفرينيك او السباينال كورد فوق سي 3 او تحت سي 5. اتكلمنا عن الاير واي ريزيستنس، واتكلمنا على الانترا بلورال بريشر وليه نيجاتيف وايه اهميته، والترانس نيورال بريشر مهم في ايه، ولو ابولجد يعمل نيموثوركس، واتكلمنا كمان عن الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز تشمل برونكال ازمة، كرونيك برونكايتس، انفيزيما، ايه سبب الانفيزيما وايه الافكت اوف الانفيزيما اون جاز اكستشينج. كان في النهاية معاكم دكتور محمد فايز، اتمنى التوفيق للجميع.